صباح الخير يا مغرب، مرحبا بكم معنا فيما كنتوا على الشدا فام. نتمنوا انه تكون نهايه الاسبوع موفقه عندكم كاملين. احنا مازالين معكم حتى العشرة ديال الصباح، وغنفتحوا معكم النقاش مع تسعود ونص على الانتاجات الرمضانيه لهذه السنه على رقمنا 0522 36 05 36. ازمه طلبه الطب مازالت مستمره في المغرب. رئيس جامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء يصدر مقرر بحل مكتب طلبة الطب بكلية الطب والصيدلة، ويحضر جميع أنشطتها داخل الجامعة. التصعيد بلغ أشده اليوم. رئيس جامعة محمد الخامس بأبيباط أيضا يحل نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة. الطلبة مستمرون في الإضراب، إضراب وطني ومفتوح، دراسة معلقة واقفة في جميع كليات الصيدلة والطب في المغرب، والحكومة ترفض الحوار وتصعد من جانبها أمام الطلبة وتهددهم بالرسوب وبالطرد من سلك الدراسات الجامعية في تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان. في الأثناء تدخل على الخط هيئات ومؤسسات اجتماعية وسياسية، المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة معا يعلنان تضامنهما مع طلبة الطب والصيدلة إثر التطورات الأخيرة، ويطالبون رئيس الحكومة بتدخل عاجل لإيجاد حل نهائي. ضيف الصباح علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للتعليق على الموضوع. سي علي لطفي صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدا فام. صباح الخير وجمعة مباركة وشكرا على الاستضافة الكريمة. لنا ولك جمعة مباركة ورمضان كريم، صحة وسلامة. سي علي اللطفي، يبدو أن التشنج وصل ربما حد متقدم جدا ما بين الحكومة والمسؤولين على القطاع تحديدا والطلبة من جانب آخر اللي كانت عندهم وقفة احتجاجية يوم أمس وبحدة في الاحتجاجات ديالهم. أنتم كتطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل، كيفاش ممكن نحلوا هذه الأزمة؟ وبالفعل هنا لابد من الإشارة على أن الحكومة تبنت منطق الحوار جاد ومسؤول في معالجة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وتحققت نتائجها بشكل هادي ومفضي إلى نتائج ملموسة، وآخرها ملف التعليم، وتفوقت فيه هي بتدخلين من السيد رئيس الحكومة بعدما وصلت الأزمة إلى التهديد بسنة بيضاء في قطاع التعليم. وهذا ما سجلناه على الحكومة بمعنى برئاسة الحكومة حينما تدخلت وبالطبع حاولت أنه تحد من هذاك التوتر والغليان، لكن معك من الأسف بالمقابل وخلافا لهذا المنطق وهذه المقاربة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجأت إلى مقاربة مختلفة وأسلوب أصبح متجاوزا عتيق إلى درجة أنه بدأت بإرسال تهديدات مباشرة للطلبة، مجالس تأديبية مطبوخة، حل هذه النوادي كما أشرتم إلى ذلك سيدي الكريم العديد من كليات الطب، وهذه أساليب أصبحت أكل عليه الظهر وشريب، أصبحت من مخلفات التاريخ السيء. لهذا اليوم أصبحنا نحن في عصر الحوار والمفاوضات الجماعية، لأنه في آخر المطاف الطلبة يمارسون حقا دستوريا وبالطبع لا يطالبون إلا بالحوار من أجل أولا مطلوب مشروع هو إعادة النظر في المناهج التربوية، تحسين التكوين ديالهم، وهذو أطور وكفاءة مغربية غدا ستتعامل مع الإنسان ليس مع آلة، بمعنى أن التكوين ديالهم يكون في المستوى، يكون تتماشى مع التطورات ديال التكنولوجيا الطبية ديال العلوم الجديدة، لأنه هاد العلوم الطبية غادية بسرعة كبيرة كتغير، فيها الذكاء الاصطناعي، فيها واحد العدد ديال المعطيات الجديدة. معك من الأسف لازالت جامعتنا لم تقوم بتطوير هذه المناهج، لهذا كان مطلب مشروع ديال الطلبة لتحسين التكوين ديالهم، كذلك ظروف العمل ديالهم لا في المشفيات لا في التكوين النظري التكوين السريري، بمعنى كل مطالب إلا شفناها
هي مطالب مشروعة عادلة لكن تعالج بالحوار بمعنى آخر، ليس بالعصا الغليظة أو بالتهديدات. بالعكس نحن تجاوزنا هذا المنطق لسنوات، المغرب الحمد لله دخل منذ دخول دستور 2011 إلى حيز التطبيق، تغيرت مجموعة ديال المعطيات والمقاربات في معالجة المشاكل ما بين النقابات وما بين أطراف الحوار الاجتماعية، ما بين مؤسسات، ما بين الباترونة المغربية في المجال الاقتصادي. بمعنى آخر نحن نرفض هذه المقاربة التي لجأت إليها وزارة التعليم العالي، ونطالب السيد رئيس الحكومة اللي هو دستوريا يشرف على ضمان هذا الاستقرار المجتمعي وكذلك معالجة الملفات اللي هي مطروحة للنقاش للحوار. نعم. وها هو السيد رئيس الحكومة دعا النقابات للحوار الاجتماعي في الأسبوع المقبل. لماذا بالضبط بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان نتعامل معهم بهذا المنطق المتجاوز؟ طيب لما تطالبون سي علي لطفي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل شخصيا لإيجاد حل لأزمة طلبة الطب والصيدلة في المغرب، هل هذا معناه أن الوزيرين وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي أصبحا متجاوزين وغير قادرين على تدبير هذا الملف؟ أولا هذا للتأكيد وهذا خص توضح بشكل واسع، أولا هذه مسؤولية وزير التربية التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وليس وزير الصحة، لأن وزير الصحة عنده مستشفيات، عنده مراكز صحية، حتى تتخرج الطبيب وتبدأ يشتغل عاد يولي تحت مسؤولية وزير الصحة والحماية الاجتماعية. الآن هذه مسؤولية وزير التعليم العالي لأن هادو طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان في إطار تكوين بمعنى آخر، حتى يدخلوا مثلا التخصص أو الانترنا عاد يوليو داخلين مجال ثاني، لهذه مسؤولية وزير التعليم العالي، وهو الذي صدر تعليمات لكل الجامعات ولكلية الطب لاتخاذ هذه القرارات التي تحدثت عنها، اللي بالطبع قرارات غير مقبولة، أساليب قمعي مرفوض. بالعكس نحن دولة الحوار، دولة المؤسسات، من أجل إيجاد حلول منصفة للجميع مع حماية بالطبع المصلحة العامة للوطن. نحن لا نقول بأن كل ما سيطالب به الطلبة سيمكن الاستجابة له حالا، ولكن على الأقل على مراحل. المهم هو الطلبة يكون مستقبل ديالهم واضح، لأنه الآن هناك ضبابية في التعاطي مع هذا الملف وبأسلوب غير مقبول. طيب اليوم واش الوضع الحالي ممكن يمشي بنا إلى ما هو أسوأ في ظل تشبث الطلبة بمطالبهم وبمقاطعة الدراسة والامتحانات، وتشبث الحكومة لأنه في نهاية المطاف هذا ملف حكومة في المغرب بما هو موجود اليوم؟ الموسم الدراسي مهدد بسنة بيضاء، ومستقبل هذا الشباب أيضا مهدد، لأنه اليوم موقف معلن من قبل الحكومة أنه ممكن يتم طرد الطلبة في حال عدم التحاقهم بالدراسة. سؤال ديالكم سيدي الكريم سؤال وجيه، سؤال مهم جدا، هو هذا ما هو مصير هذا الوضع اللي احنا كنعيشوه الآن؟ واش يهدد بسنة بيضاء؟ الأسر ديال هاد الطلبة، الآباء والأمهات ديالهم يعيشون وضعا مقلقا جدا، على ولهذا كانت الأسباب النزول ديال رسالتنا إلى السيد رئيس الحكومة والذي يقود العمل الحكومي أن يتدخل لتفادي ما كل ما أشرتم إليه سيدي الكريم، لأنه بالفعل نحن لا نرضى ولن نقبل أن تكون هناك سنة بيضاء، وكما وقع في التعليم كان هناك تهديد لسنة البيضاء. ولما تدخل السيد رئيس الحكومة وكانت هناك لقاءات ودارجنا وتبعوا الملف وخرجوا بنتائج ملموسة مقبولة لدى الأطراف كلها، والآن راه التلاميذ رجعوا للأقسام ديالهم وراه تيقراو وأساتذة كذلك. بالنسبة لهذا الملف كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، نعتقد أنه قلت وأؤكد على أن السيد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أسلوب متجاوز،
لذا على الحكومة، على رئيس الحكومة أن يتدخل لتفادي كل هذه المشاكل التي أشرتم لها سيدي الكريم، ونحن لن نقبل بذلك، لأنه المغرب في حاجة إلى تقريبا 30,000 طبيب، ما يزيد على 30,000 طبيب اليوم. المستشفيات ديال المغرب راه كتمشي بأقل من 50% من العدد اللي هو مطلوب. لهذا نعتقد أن نحن في حاجة إلى هذه الكفاءات، هاد الشباب في حاجة إلى تكوين في مستوى، في حاجة إلى تحسين ظروف التكوين ديالهم، لأنه المغرب في حاجة إليهم. وحنا كنعرفوا دابا اليوم القطاع العام فيه إصلاحات كبيرة في القطاع الصحة بتوجيهات من جلالة الملك. هناك تعميم التأمين الإجباري أساسي على المرض، بمعنى المغاربة كلهم عندهم تأمين صحي، ولكن كذلك هذه المستشفيات غدا اللي كتبنى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل اللي غيشتغل فيها غنبقاو نجيبوا الأطباء من برا، وحنا عندنا أطباء في طور التكوين. بالعكس نحن نحتاج إلى هذه الكفاءة الوطنية وفي بتكوين في مستوى عالي لتقديم خدمات صحية في مستوى الجودة المطلوبة للمواطن المغربي. أشكرك جزيلا على كل هذا التوضيحات، ونتمنى فرجا قريبا في هذا الملف. علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل كنت معنا مباشرة على الشدافة.